ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ الجواب سورة الفاتحة. ما هي أفضل عبارة رددها الأنبياء؟ الجواب لا إله إلا الله. من هما النبيان اللذان عاشا عزابا؟ الجواب يحيى وعيسى. ما هي السورة التي يطلق عليها عروس القرآن؟ الجواب سورة الرحمن. كم هو عدد سور القرآن الكريم؟ الجواب 114. من هو النبي الذي يفر من زوجته يوم القيامة؟ الجواب لوط عليه السلام. من هو النبي الذي طمع في رؤية الله عز وجل؟ الجواب موسى عليه السلام. ما هو أول شيء خلقه الله عز وجل؟ الجواب القلم.